عاقب الشعب الأمريكي ترامب لأنه حرض على العنصرية وحرض على الكراهية وحرض على حمل السلاح وحرض ضد السود ولم يكن صادقا في مسألة كورونا. هل حان الوقت عند الشعب العراقي أن يعاقب مسؤوليه وسياسيه؟ سياسيين كذبوا علينا، سياسيين أثاروا الطائفية، سياسيين يثيرون الكراهية، سياسيين سرقوا البلاد، سياسيين يقامرون بالرواتب ومستقبل الناس، سياسيين دمروا الاقتصاد، سياسيين دمروا المجتمع، سياسيين أساءوا للعلاقات الدولية. هل سيعاقب الشعب العراقي المسؤولين العراقيين من حكومات ومن نواب ومن سياسيين كما عاقب الشعب الأمريكي دونالد ترامب؟ الفرصة الوحيدة أمام الشعب لمعاقبة المسؤول من خلال صناديق الاقتراع، فهل سينتهز الشعب العراقي الفرصة المقبلة؟ هو عليه أن يجيب.